الغالبية العظمى من المقاولات الصغيرة جدا متوقفة عن النشاط، هذا ما خلصت إليه دراسة قامت بها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، دراسة للوقوف على الوضعية المتأزمة للمقاولة الصغيرة جدا بسبب كوفيد-19. ما هي آثار الأزمة على الشركات الصغرى وكيف يمكن إعادة النشاط الإنتاجي إلى دواليبها؟ هذا سؤال، وأسئلة أخرى سيجيبنا عنها عبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا الذي نستضيفه في هذه الحلقة. والأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا منذ شهور لم تستثني أحدا مقاولة صغيرة كانت أم كبيرة، العمال والمأجورون وأصحاب المهن بشتى أنواعها، ثم الدولة بمداخلها الضريبية التي تشكل أكثر من 85% من ميزانيات القطاعات. من هنا لوحظ نشاط كثيف بهدف تحصيل ضريبية تصدى للتهرب ويشجع على التصريح، وهو ما يسمى بالعفو الضريبي من خلال تدابير ضمنت في مشروع قانون المالية 2021. ما هي هذه التدابير المقترحة وكيف يمكن أن نقرأها على ضوء الإصلاح الضريبي المنشود؟ هذا سنحاول أن نفصل فيه مع الأستاذ مهدي الفقير المحلل أو المحاسب الخبير في الجزء الثاني من هذه الحلقة. بداية أذهب إلى العرائش حيث يوجد ضيفي الكريم الأستاذ عبد الله الفرقي الذي سنحاول من خلال أو معه أن نفصل في الوضعية المتأزمة التي يعيشها أو تعيشها المقاولة الصغيرة جدا. أستاذ عبد الله الفرقي مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن شهور بعد تفشي كورونا، يعني الكل وضع يده على قلبه خوفا من الأزمة الاقتصادية التي ضربت معظم القطاعات المنتجة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ما نصيبها من الخسارة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أخي الأرقام المسجلة؟ فيما يخص القطاع ديال المقاولات الصغرى والصغيرة جدا بالخصوص، يعني هذا القطاع هذا يعني تأدى بزاف من جائحة كورونا، والدليل على ذلك الدراسة اللي أجريناها في أواخر مارس وفي شهر أبريل فيما يخص يعني الأزمة الاقتصادية اللي عمت المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة والمقاولين الذاتيين والتعاونيات. خلصت هذه نتائج الدراسة اللي همت أكثر من 1080 مقاولة من شتى الأصناف ديالها من شتى القطاعات، خلصت هذه النتائج ديال الدراسة على أنه 83% من الشركات الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة كانت متوقفة تماما، يعني 17% هي اللي كانت من هذا الحجم ديال هذه الشركات اللي هو كيشكل أكثر من 95% من الاقتصاد الوطني. 17% طيلة الحجر الصحي هي اللي كانت كتشتغل بصفة يعني ماشي يعني كاملة ولكن نصف الشغال ديالها، وكذلك القطاعات اللي كانت مهددة بالدرجة الأولى ماشي القطاع ديال السياحة بالنسبة لنا احنا كقطاعات صغيرة جدا ومقاولة صغيرة جدا وصغيرة متوسطة، ماشي النسيج، وإنما قطاع ديال الخدمات الدرجة الأولى، قطاع ديال التجارة الدرجة الثانية، وقطاع ديال البناء يعني الأنشطة اللي موازية ديال البناء. القطاعات الأخرى يعني الصناعة والسياحة والنشاطات يعني الموازية للسياحة، هذه كاملة جات من بعد يعني هذا الكم الهائل ديال الشركات اللي كانت متوقفة تماما واللي عانت طيلة الحظر الصحي وما زال كتعاني. كاين قطاعات اللي مازال ما بداتش الانشغال ديالها حتى في لاولونس حتى في إعادة الشغال، منها القطاع ديال تنظيم اللقاءات والمعارض والندوات، قطاع ديال يعني الحفلات والاعراس. واضح يعني واضح استاذ الفرقي، يعني الامر واضح والصوره يعني تظهر يعني للعيان بان هناك ازمه اصابت المقاوله الصغيره جدا. انتم في الكونفدرالية يعني تضمون المئات من هذه المقاولات الصغيره جدا، هناك مشروع قانون الماليه، ما هو نصيبكم من المقترحات بخصوص هذا المشروع؟
هذه المقاولات كتضم اكثر من 4 ملايين ديال المقاولات الصغيره جدا وصغيره ومتوسطه. انما المشكل اللي مطروح هو انه الصوت ديالها مازال ماشي مسموع بالنسبه للوزارات الماليه بالخصوص. هذه تقريبا اكثر من 3 سنوات وحنا كنتحاوروا مع رئاسه الحكومه وكنقدموا مقترحات، الا انه كما جرى بالنسبه للباترون هذا العام هذا ما كياخذوا حتى شي مقترح. دونك باترون واخا قدمت هذا العام هذا مجموعه الاقتراحات، وزاره الماليه ما خدات حتى شي اقتراح من هذه الاقتراحات. دونك حنا بالنسبه لنا في المغرب كنقولوا بانه وزاره الماليه خصها تبقى تصنص لهذه الفئه اللي هي كتشكل اكثر من 4 مليون ديال المقاولات في المغرب، اللي اختار من 95% الاقتصاد الوطني. للاسف كنتقدموا مجموعه الاقتراحات ما كتخذ في الاعتبار. اقترح دونك خدينا قرار هاد السنه ما قدمنا حتى شي اقتراح. هذا جاء اقتراح يعني من بعد اجتماع مع رئيس الحكومه في 15 يناير 2020، وطالبناه بالمجموعه المقترحات اللي قدمناها طيله هاد السنين هذه. يعني ما طالبنا المصير ديالها فين مشات هاد المقترحات هذه، وعلاش ما كيتاخذ الاعتبار فيها، علاش اللي كنشوفوا يعني غير يعني المقترحات ديال بعض القطاعات اللي هي بحد ذاتها كنشوفوها كتعاود دائما كتستافد من الامتيازات ديال الامتيازات الضريبيه، الامتيازات ديال الدوله، امتيازات مجموعه الامتيازات. دعني استاذ الفرقي اعاقب على ذلك. تقول انكم منسيون، يعني تحدث هنا عن المقاولين الصغار جدا، لكن هناك اجراءات يعني تهدف الى الرفع من نشاط المقاولات الصغيره جدا. اعطي المثال بتخفيض من 5 إلى 1% المتضمنه في مشروع قانون الماليه والتي تهم رسوم التسجيل في تكوين راس المال وعمليات الزياده. هذا من شانه ان يؤثر ايجابا عن المقاولات الصغيرة جدا، كيف تنظر إلى الأمر؟ هذا التأثير ديالو بسيط وبسيط جدا. حنا كنطالبوا بتطبيق قرارات ديال اللي خدتها الحكومة السابقة، قوانين لازالت لحد الآن لم تطبق. حنا كنطالبوا باغ إكزومبل هذه 3 سنوات في المقترحات القوانين المالية كنطالبوا تطبيق ديال النسبة ديال 20% من الصفقات العمومية اللي مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. هذا قانون خارج في 2013 لحد الان لم يتم التطبيق ديالو. واكثر من هذا مع البنك الدولي بيدو تسائل وسالنا علاش هذا القانون ما كيطبقش، وشكون اللي كيسهر على التطبيق، يعني شكون اللي كيقول لنا بانه هذه 20% طبقت ولا لا. اذا هنا كاين واحد الفراغ كبير، قوانين كثيره كاينه ولكن التطبيق ديالها في ارض الواقع هذه المقاولات الصغرى في المناطق وفي الجهات ما كيشوفوش المردوديه ديال هذا. هو المشكل اللي مطروح في المغرب، وانه كثرت القوانين ولكن لي ديكري دابليكاسيون اللي غادي نطبقوا هذيك باش نطبقوا هذيك القوانين، الاليات ما كايناش، الاجراءات القانونيه ما كايناش. هذا غيعموا على واحد المجموعه فئه كبيره من المقاولات. كذلك نشوفوا غير النسبه ديال القروض. العام 2020 كانت يعني لا سي جي صندوق الضمان المركزي خصت تقريبا يعني علين 60 مليار درهم باش تضمن القروض ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه. هذا العام هذا ما كملاش يلا 21.6 مليار درهم. اذا هذا الانخفاض ديال 2000 بالنسبه ل 2021 انخفاض كبير، يعني من 60 مليار درهم فرقي. يعني الارقام حقيقه يعني الى بقينا متبعناها فهي الارقام حقيقه يعني تتحدث عن نفسها، ولكن يعني باش نعرفوا المشاهد بالاشكاليات المطروحه، شنو هي التحديات التي تواجه يعني المقاوله الصغيره جدا اليوم في تدبيرها اليومي؟ هذه المقاولات من قبل كورونا احنا دقينا ناقص الخطر، لانه العدد الافلاس ديالها ضاعف. من 2015 كان 5180 مقاوله اللي فلست، الى 2019 وصلت اكثر من 10000. اذا هنا الرقم ضعف، وهنا قلنا رئاسه الحكومه وقلنا المسؤولين وقلنا لواحد المجموعه ديال الشركاء هادشي هذا راه كياثر على المردوديه ديال المقاولات اللي هي كتنشا واللي هي عاد في طور الانشاء، ولا اللي هي كتعاني من الصعوبات ديال الولوج للتمويل. هو هذا المشكل ديال اللي مطروح الدرجه الاولى، الولوج والصفقات العموميه، هادو جوج ديال 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 الحوايج. الا ما تحلوش المشكل ديالهم، ما عمر هذه المقاولات هذه غتقدر تنتعش. ما عمر هاد الشباب اللي كيخلقوا مقاولات ديالهم غيقدروا يولجوا الصفقات العموميه ولا يشتغلوا.
احنا كنعرفوا المستثمر الاول في المغرب هو الدوله ماشي الخواص. استاذ فرقي في دقيقه، يعني وزير الصناعه والتجاره قام مؤخرا بابرام اتفاقياتهم الصناعه مع قطاعات متعدده، ما نصيب المقاوله الصغيره جدا منها؟ هذا عاوتاني اشكال كبير، لانه منذ انطلاق في 2014 ديال الاستراتيجيه الصناعيه في المغرب، بقينا كنهتموا في وزاره الصناعه والتجاره غير في القطاع ديال الصناعه، مع العلم انه كما قلنا كاين الملايين والمئات الالاف ديال المقاولات الصغيره جدا اللي في القطاع الخدمات واللي في القطاع ديال البناء واللي في قطاعات اخرى اللي ما عندهاش الصناعه التقليديه، في بزاف ديال القطاعات ما عندهاش علاقه بالصناعه. اذا هنا الا بدينا كنشجعوا غير واحد القطاع معين على حساب قطاعات اخرى، هنا هذوك القطاعات هذوك يعني مناصب الشغل كنفقدوها. دونك كنشجعوا واحد القطاع فعلا، حنا استمرنا، حنا طلعنا بعض النقاط يعني فيما يخص الصناعه في المغرب، ولكن على حساب هذه القطاعات الاخرى ديال البناء والقطاعات الاخرى اللي هي اكبر قطاعات اللي مشغله. والدليل على ذلك الارقام الاخيره ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، على انه يعني فقدنا 500,000 يد عامله، والا كنا ربحنا في هذا الاستراتيجي مده 5 سنين 4 سنين من 2014 ل 2020 ربحنا 500,000 منصب شغل في الميدان الصناعي، خسرنا سنه واحده فيما يخص هذه القطاعات الاخرى. علاش ما كاينش الدعم ديالها؟ ما كاينش المواكبه ديالها. حنا مع الدعم هذا وكنشجعوا وزير الصناعه والتجاره لانه دعم هذه المقاولات، وكاينه حتى مقاولات صغيره جدا وصغيره متوسطه اللي تقدر تستافد من هذا القطاع الصناعي، ولكن ما خصناش نغفلوا القطاعات الاخرى، وهذا اللي دائما كان عندنا نقاش مع وزير الصناعه. واضح استاذ. قطاع اخرى حتى هي تمشي في نفس الاتجاه. عبد الله الفرقي رئيس الكونفدراليه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه والمقاولات الصغيره جدا، كنت انا معنا مباشره من العرائش، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا مرحبا بكم في الجزء الثاني من في الاقتصاد، ما هي التدابير المقترحه في مشروع قانون المالية 2021 وكيف يمكن قراءتها على ضوء الإصلاح الضريبي المنشود؟ للنقاش استضيف الأستاذ المهدي الفقير، خبير محاسب الذي ينضم إلينا من الدار البيضاء. مرحبا بك أستاذ المهدي الفقير. مرحبا سي سعيد وشكرا على الاستضافة. المادة 6 المكررة من مشروع قانون المالية التي أدخلتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تقضي بإلغاء الدعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب التي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية غير مستخلصة. ما هي حيثيات هذا الإجراء الضريبي؟ في الواقع أن هذا الإجراء الضريبي يأتي في إطار سياسة ترمي إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والملزم، أخذ بعين الاعتبار هذه السنة اللي هي سنة 2020 اللي كانت سنة عصيبة على ولا زالت كذلك حصيبة على الاقتصاد الوطني وعلى عموم المواطنين. فالهدف هو تعزيز الثقة من جهة، وكذلك تمكين الدولة من عوائد ضريبية استثنائية، بحكم أن هذا الإعفاء وهذا الإلغاء ديال الدعائم سوف يشجع عدد من الملزمين بطبيعة الحال تسديد ما بذمتهم من الضرائب وكذلك من ما يجب استخلاصه لفائدة خزينة الدولة، والاستفادة بطبيعة الحال من هذا الإسقاط الذي سوف يكون ربما إسقاطا هاما بالنسبة لبعض المتأخرات الضريبية. وكذلك خلينا على الاعتبار أنه يأتي في إطار الاستدامة، لأنه يأتي امتدادا للإجراءات والمصالحات الضريبية التي نص عليها مشروع قانون المالي لسنة 2020، والتي لم تبقى إلا أيام معدودة من أجل أن تنقضي مدة الاستفادة منها. ما هي شروط الاستفادة من هذا الإجراء المتمثل في إلغاء المستحقات الضريبية على الخاضعين لها؟ لا، بالنسبة لهذا الإجراء فهي كل المستحقات التي تبقى مستحقة للدولة إلى نهاية سنة 2019 وما سبقها بطبيعة الحال، وسوف بطبيعة الحال تكون هذه المستحقات هي واجبة السداد ونافذة السداد، والحديث هنا بالضرورة على كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الضرائب ربما وبعض المستحقات ذات الطبع الخاص
بما فيها المخالفات ويعني مستحقات الزجرية إلى غير ذلك. فالاستحقاق يكون واجب النفاذ إلى حدود إلى نهاية سنة 2019، هذا الشرط أولي، ولكن أيضا يجب تسديد الأصل أو الواجبات يعني الأصلية في أجل لا يتعدى نهاية وانقضاء سنة 2021. عاد ذلك سوف يكون بطبيعة الحال عودة إلى القوانين والقرارات والمقتضيات الجاري بها العمل، والتي تقضي بتسديد ما بذمة الملزمين من ضرائب ومخالفات، وكذلك المستحقات فيما يتعلق التأخير لغير ذلك. يجدر الإجارة هنا إلى أنه سوف يكون بطبيعة الحال بإمكان المخالفين بين قوسين أو المستحقين لهذه الضرائب أن يعمدوا إلى التوجه إلى بطبيعة الحال الجهات الإدارية المختصة لتدارس يعني إذا صح التعبير جدولة بين قوسين التسديد إذا كان ذلك في الإمكان. لكن يجب الحديث هنا عن تسديد نسبة كبيرة أو أكبر نسبة ممكنة في سنة 2021، لأن هذا هو الغرض من هذا الإجراء، المصالحة الضريبية من جهة، ولكن تمكين الدولة من العوائد هي في أشد الحاجة إليها في هذا الوقت الدقيق. إذن كيف يمكن التكهن بنتائج هذه المصالحة الضريبية وأثرها على خزينة الدولة برأيك؟ سيدي الكريم، في تقديري هناك مستويين للتحليل. المستوى الأول هو المستوى المدى القريب، وهو المستوى الآني إذا صح التعبير، بحكم أننا نتحدث اليوم عن توازن دقيق للميزانية الدولة. هناك ارتفاع لبدونية الخزينة التي قفزت من 65 إلى حوالي 76% من الناتج الداخلي الخام. توجه الدولة للاستدانة بعد خروج طبيعة الحال على الصعيد الدولي، هناك توجه للاستدانة على يعني المستوى الداخلي، والحديث هنا عن دين وطني كبير أو حملة كبيرة للاستدانة على شكل ربما سندات. فبالتالي الدولة في أشد الحاجة إلى هذه الأموال، وإذا تمكنت الدولة من الرفع أو على الأقل إعادة التوازن للعوائد الضريبية، لأنه لا يجب أن ننسى أن هذه السنة كانت سنة يعني أزمة بامتياز، وبالتالي المستحقات الضريبية برسم سنة 2020 سوف تكون بطبيعة الحال ضعيفة وضعيفة جدا. فهذا هو ما يجب قراءته اليوم. إذا تمكنت الدولة من استثمار هذا الإعفاء، وإذا كانت هناك حملة تواصلية مع الملزم، ولكان هناك أيضا اقتناع من جانب الملزمين ومن المستحقين لهذه بطبيعة الحال مستخلصات الضريبية، فالأكيد أنه سوف يكون ولو بشكل نسبي عائد ومردود حسن وإيجابي على خزينة وميزانية الدولة. العديد من المهن دخلت في محادثات وتفاهمات مع القائمين على شأن ضريبي في البلاد، أين وصلت هذه المحادثات والتفاهمات وبأي حصيلة في نظرك؟ يجب الإشارة إلى أن هذه التفاهمات تدخل في إطار المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، التي نصت على أنه وبشكل استثنائي برسم سنة 2020 بإمكان الملزمين وضع إقرارات تصحيحية أو ما يصطلح عليها بلون ريكتيفيكاتيف، ويتم ذلك بشكل أحادي أو على شكل جماعي في إطار اتفاقيات بين بعض المهن والإدارة العامة للضرائب. والأكيد أن هذا الإجراء هو محدود في الزمان ولن يستمر لأكثر من 15 من شهر دجنبر المقبل، وهناك عدد كبير من المهن استفادت، نذكر من بينها المهندسين المعماريين، الصيادلة، البياطرة، المهندسين الطبوغرافيين، الحديث هنا أيضا على مهن النشر، وهذه هي المهن التي أقرت بتفاهمات بين قوسين أو اتفاقيات جماعية في إطار القانون. لكن بإمكان الملزمين بشكل أحادي ضم أن يضعوا إقرارات صحيحية يتم على إثرها برسم سنوات 2016 2017 و2018 أداء بعض إذا صح التعبير برسم هذه الإقرارات الصحيحية، يعني ضرائب أو ربما مستخلصات ضريبية تصحيحية، ولكن يحصل على إثرها الملزم يعني على إبراء ذمة ضريبي أو ما يصطلح عليه بالكيتيوس فيسكال برسم هذه السنوات الثلاث. فبالتالي ينتظر في ربما الساعات والأيام القليلة المقبلة أن تكون ربما هناك تفاهمات، لكن يمكن اعتبارها اتفاقيات اللحظة الأخيرة والفرصة الأخيرة. وهناك حديث كبير على اتفاقيات، نسيت أن أذكر أنه أيضا يعني النقالة أو
والمكلفين بنقل المسافرين أيضا وقعوا اتفاقية في هذا الإطار. هناك أيضا تفاهم مع المنعشين العقاريين. واضح. ربما الساعات والأيام المقبلة قد نرى. واضح أستاذ مهدي الفقير، ماذا يمكن أن نفهمه من هذه الإلغاءات الضريبية والتفاهمات التي تدخل في إطار العفو الضريبي الموجه للمغاربة بهدف تجاوز أثار كوفيد كما جاء على لسان رئيس الحكومة؟ هل تتجه إدارة الضرائب إلى استراتيجية ضريبية أكثر حزما تجاه المتملصين من دفع الضرائب مستقبلا؟ الأكيد أن قادم السنوات ستعرف حزما ضريبيا، ولن يكون هناك أي تساهل مع أي يعني تهاون أو تمرد ضريبي في السنوات المقبلة. والدليل على ذلك الإقرار بالجانب الجنائي فيما يتعلق بالجانب الضريبي، وهذا شيء جديد في القانون المغربي، بحكم أن الذي يتعمد الإقرار بفواتير وهمية سوف تتم معاقبته طبقا للقانون، ويتجه الأمر ليس فقط إلى الغرامة ولكن أيضا إلى الحبس. دون ما أن ننسى أن المغرب قد وقع اتفاقيات مع على الصعيد الدولي تنص على تبادل المعلومات مع دول عديدة، وفي إطار ربما التوازن فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات فالمغرب سوف يكون إذا صح التعبير مجبرا على نوع من المطابقة الضريبية الدولية التي تنص على تجريم المخالفات الضريبية. وبالتالي فهذه المصالحات هي مصالحات في تقديري الشخصي بعد مصالحات الفرصة الأخيرة، ولا يجب التهاون في قادم السنوات. الإدارة العامة للضرائب والدولة تتوفر على جهاز معلوماتي قوي وقوي جدا بإمكانه الكشف عن المخالفات، فإن تمت هذه المخالفات أو بشكل يعني بحسن نية تكون هناك نوع من المرونة الضريبية وهامش من المرونة الضريبية لدى الإدارة. لكن في قادم السنوات سوف نشهد حزما كبيرا. واضح. المغرب اليوم مقبل على يعني فترة دقيقة ويحتاج لعوائد ضريبية من الوقت. وسؤال أخير، هل هي بداية الإصلاح الضريبي الذي لطالما انتظره المهنيون والأجراء وغيرهم؟ هل نحن بصدد تنزيل خطة الإصلاح الضريبي التي طالب بها الجميع في البلاد؟ في تقديري نعم، لأن هذه الإجراءات هي فترة انتقالية ومرحلة انتقالية جبائية، بعدها سوف يتم إقرار الإصلاحات، لكن إذا استمرت الاختلالات على ما هي عليه سوف يكون من الصعب تنزيل هذه الإصلاحات، وسوف تضطر الدولة إلى مزيد من الحزم من أجل إعداد الأرضية. ولا يمكن اليوم أن نتحدث اليوم عن يعني إذا صح التعبير مقاربة أحادية، يجب أن نتحدث عن مقاربة توافقية يتم من خلالها احترام القانون بنوع من المرونة، ويتم أيضا تعزيز الثقة وتعزيز الامتثال الضريبي، وهذا يحتاج بطبيعة الحال إلى عمل جاد مع جميع المتدخلين. وبالتالي الدولة سوف تضطر في نهاية المطاف إلى تطبيق صارم للقانون. أتمنى صادقا أن تكون هناك فرصة لاستغلال الوقت المادي لربما توافقات ومقاربات جديدة وأفكار جديدة فيما يتعلق بالتنزيل الضريبي يسمح بتخفيف على الوعاء الضريبي مع توسيع للوعاء والمحافظة على التوازن المالي للدولة، دون أن تكون الضريبة عبئا ولا نتوجه إلى نوع من الإجحاف في جمع الضرائب. المهدي الفقير خبير محاسب كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.